على الانترنت وبنوصل للجمهوريه اونلاين اللي قالت ان المهاجم الجابوني ماليك ايفونا لاعب النادي الاهلي السابق والمحترف دلوقتي في صفوف فريق سانتا كلارا البرتغالي عرض خدماته على المارد الاحمر. واتكلم ايفونا وعبر عبر صفحته الشخصيه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي عن نيته للعوده مره تانية للنادي الاهلي في حال تقديم العرض المناسب ليه، وقال: نعم، اذا كان لدي عرض من النادي الاهلي سوف اعود وانتقل. ايفونا من النادي الاهلي الى تيانجين تيدا الصيني في الصيف اللي فات، انتقل طبعا زي ما انتم عارفين مقابل حوالي 8 مليون دولار دخلت في خزينة النادي الأهلي.